لما بنتكلم على الزمالك فاحنا بنتكلم عن واحدة من أجمل وأرقى مناطق مصر والقاهرة، مكان ساحر بمعنى الكلمة، وطول ما انت ماشي في الزمالك هتحس فعلا براحة نفسية عجيبة. حلقة النهاردة هتكون الحلقة الأولى من سلسلة هنلف ونتمشى فيها في الحي الرائع ده وهو حي الزمالك. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبتدي رحلتنا النهاردة وإحنا في شارع النيل وداخلين على ميدان الجلاء، وهنعدي كوبري الجلاء واللي من بعديه مباشرة بتبدأ حدود حي الزمالك، الحي الجميل في محافظة القاهرة، حي كده من أحياء مصر الراقية والرائعة واللي مليان بالمعالم والقصور والبيوت والعمارات التاريخية واللي ياما كانت شاهدة على فترات مهمة من تاريخ مصر العريق. إحنا داخلين بالفعل على ميدان الجلاء، ولو كملنا على طول هيكون شارع كورنيش النيل بيوصلنا للعجوزة والمهندسين والكيتكات ومبابة. هندخل كده على كوبري الجلاء واللي كان اسمه كوبري البحر الأعمى، وحنحكي عن القصة دي إن شاء الله خلال رحلتنا النهاردة. احنا دلوقتي نعتبر في جزء من شارع التحرير اللي بيبتدي من شارع السودان وبيعدي على عدد كبير من الميادين زي ميدان الدقي وميدان الجلاء، وبعدين بيعدي على ميدان الأوبرا وميدان التحرير وميدان باب اللوق، وبينتهي في ميدان الجمهورية أو ميدان عابدين. اول ما نعدي كوبري الجلاء الجزء اللي على شمالنا هيكون شارع ام كلثوم، اللي امتداده هو شارع الجبلية، وامتداد شارع الجبلية هو شارع ابو الفدا في الجزء الخاص بالزمالك اللي هو الجزء اللي على نيل مصر العظيم في الزمالك. الجزء اللي احنا ماشيين فيه ده مليان بالمعالم، معالم مهمه وكتيره جدا جدا. زي ما انتم شايفين اول ما نعدي الكوبري هتلاقوا كده في تمثال لاحمد ماهر باشا، التمثال اللي قدامكم مباشره، وعلى شمالنا بيكون مبنى دار الاوبرا المصريه المشهور جدا في جزيره الزمالك، وعلى يمنا اهو نادي القاهره الرياضي، وبعديه مباشرة على يمنا بيكون في متحف محمود مختار، بعديه حديقة الحرية، وكمان في شارع التحرير اللي احنا داخلين عليه دلوقتي هيكون في محطة مترو الأوبرا اللي هي الخاصة بالخط الثاني لمترو الأنفاق، موجودة في الشارع أو في الجزء اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. زي ما انتوا شايفين أول ما نعدي بقى الجزء ده هنكون أو هيبقى قدامنا ميدان الأوبرا، واللي موجود فيه التمثال اللي يمكن باين من بعيد شوية ده، وهو تمثال الزعيم الوطني سعد زغلول، واللي موجود فيه كمان بداية كوبري قصر النيل من الجزء ده، الكوبري اللي كان ليه دور مهم وتاريخي في تعمير الجزء ده من أرض مصر وفي تعمير جزيرة الزمالك بشكل كبير. زي ما انتم شايفين احنا داخلين اهو دي حديقة الحرية على يميننا، ودار الأوبرا المصرية موجودة على شمالنا. دار الأوبرا المصرية يمكن دي اتفتحت سنة 88، والمبنى ده كان بديل عن الأوبرا الخديوية اللي بناها الخديوي إسماعيل سنة 1869 واتحرقت سنة 1971، وكانت موجودة في حي الأزبكية واتبنت بمناسبة افتتاح قناة السويس. طبعا موقع دار الأوبرا الجديدة دي موقعها مميز جدا جدا زي ما انتوا شايفين. ادينا وصلنا هو لميدان الأوبرا، وبقى قدامنا طبعا الكوبري المشهور جدا بالأسود اللي موجودة على بدايته ونهايته كمان، وهو كوبري قصر النيل. ان شاء الله هنعدي على كوبري قصر النيل وهنحكي عنه في نهاية رحلتنا النهاردة، لكن احنا هندخل شمال كده على شارع سراي الجزيرة. يمكن زي ما بقول لكم كده في الجزء ده مليان بالمعالم المهمه جدا اللي موجوده في جزيره الزمالك. على شمالنا فندق نوفوتيل، بعديه مباشره بيكون في نقابه المهن التعليميه ونادي المعلمين، وعلى ايدينا اليمين حديقه من الحدائق الجميله جدا في القاهره وفي الزمالك وهي حديقه الاندلس. الجنينه دي يعني ياما اتصور فيها افلام زمان، جنينه جميله جدا، وهي اتبنت في اواخر حكم الملك فؤاد الاول سنه 35، والجنينه مبنيه على نمط الحدائق بقى العربية الأندلسية اللي موجودة في جنوب أسبانيا، وموجود في الجنينة بعض الأشجار المعمرة. على شمالنا دلوقتي شارع الأندلس اللي بيدخلنا على النادي الأهلي، نادي القرن في أفريقيا في القرن العشرين، وعلى شمالنا كمان حديقة الزهرية اللي بتحتل جزء مهم من شارع البرج اللي موجود دلوقتي على شمالنا، وهيكون في لينا رحلة فيه خلال سلسلة رحلات حي الزمالك الرائع. على يمنا دلوقتي كوبري 6 أكتوبر، وكان قبليه موجود مدخل كده لشارع الخليج اللي مليان بالبواخر النيلية في حي الزمالك وفي جزيرة الزمالك. لسه بنكمل طريقنا في شارع سراي الجزيرة، وكمان موجود على يميننا دلوقتي حديقة من الحدائق المهمة في المنطقة هنا وحديقة المسلة، وبعد كده على شمالنا بيكون في نادي الفروسية بالجزيرة، وبعديه مركز شباب الجزيرة، وبعديه نادي الجزيرة. يمكن زي ما بقول لكم الشارع هنا مليان بالمعالم اللي موجودة في جزيرة الزمالك، لكن طبعا مركز شباب الجزيرة اللي على شمالنا دلوقتي هو مركز جميل جدا وتم تطويره في الفترة الأخيرة، وبقى من أجمل نوادي مصر، ويمكن مش بس من
اجمل مراكز الشباب. كمان جمال مركز شباب الجزيره ان هو لازق مباشره في نادي الجزيره، النادي اللي يعتبر من ارقى نوادي مصر واغلاها، اللي هو نادي الجزيره الارستقراطي. احنا هنكمل طريقنا في شارع سراي الجزيره، وهندخل من شارع سراي الجزيره على شارع محمد عبد الوهاب، ومن شارع محمد عبد الوهاب هندخل على شارع 26 يوليو، واللي هنبتدي بقى منه نلف داخل عمق حي الزمالك. يمكن الشارع اللي احنا فيه دلوقتي وهو شارع سراي الجزيره متسمي على السرايا الاسطوريه واللي بقت فندق الماريوت حاليا، وهنتفرج عليه دلوقتي حالا من شارع محمد عبد الوهاب. كان ده كان اسمه قصر الجزيره، واللي الخديوي اسماعيل جاب له عشان يتبني خبراء من المانيا وفرنسا والنمسا وايطاليا واسبانيا. كان منطقة الجزيرة هنا كان الخديوي اسماعيل مهتم بيها جدا لما مسك الحكم. القصر هنا او السراي استقبل اهم ضيوف مراسم الاحتفال بافتتاح قناة السويس. طبعا كان من اهمهم الامبراطورة اوجيني زوجة الامبراطور نابليون الثالث ملك فرنسا ساعتها. كان الخديوي اسماعيل معجب بيها وبيحبها بشكل كبير، وخلاها هي ضيفة شرف الحفلة كلها. القصر اللي بدأ يبان دلوقتي قدامكم اللي هو المبنى البرتقاني اللي موجود قدامكم دلوقتي وهو فندق الماريوت، يعني طرازه مستوحى من الفن الإسلامي ومساحته 60 فدان. ويمكن عايز أقول لكم نادي الجزيرة اللي لسه معديين من عليه من شوية صغيرين كان أصلا أو أرض نادي الجزيرة كان أصلا جنينة من جناين قصر الجزيرة اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا. كان القصر مر بمراحل مهمة في تاريخ مصر، اتباع مثلا سنة 1879 لشركة فنادق مصرية وبقى اسمه فندق الجزيرة، وبعدين خلال الحرب العالمية الأولى كان مستشفى عسكري لجنود الإنجليز، وبعدين بقى مقر شركة المية، وبعد الحرب العالمية الأولى اتباع لعيلة أمير شامي كان اسمه حبيب لطف الله. ادي هو فندق الماريوت اللي موجود على شمالنا، وده مطلع لكوبري 15 مايو في منطقة الزمالك. قصر الجزيرة كمان بعد ثورة 52 اتحول لفندق سياحي اسمه فندق عمر الخيام، وسنة 77 ادارته راحت لشركة ماريوت العالمية وبقى اسمه فندق الماريوت، وهو اللي موجود على شمالنا دلوقتي. احنا لسه بنكمل طريقنا في شارع محمد عبد الوهاب، وزي ما بقول لكم هندخل من الشارع هنا على شارع 26 يوليو. الجزء اللي جاي ده هتتفرجوا على منظر بديع، منظر جميل جدا لتجمعات الحمام واللي الناس بتحط له الاكل في الجزء ده. يعني زي ما انتم شايفين اهو جزء يعني بصراحه رائع جدا وبصراحه جميل جدا، وهتستمتع جدا بالفرجه على الحمام وانت بتاكل الحمام، وكمان وانت قاعد على نيل مصر العظيم. زي ما انتم شايفين الكوبري اللي فوقينا دلوقتي ده هو كوبري 15 مايو. زي ما بقول لكم اول ما بندخل شمال من تحت كوبري 15 مايو هنكون في شارع 26 يوليو في الجزء الخاص بالزمالك، جزء مهم جدا طبعا. دخلنا بالفعل كده، والمبنى اللي على يميننا دلوقتي اللي هو المبنى الاحمر ده هو مجمع الفنون او قصر عائشه فهمي، ووراه فيلا من الفيلل المشهوره في الزمالك وهي فيلا هوج. يمكن عائشه فهمي كانت بنت علي باشا فهمي كبير اليوران في عهد الملك فؤاد الاول، وبعد وفاته واشترت عيشة نصيب اخواتها في القصر، وكانت متجوزة الفنان الكبير يوسف وهبي، وعاشوا مع بعض في القصر سنين كتيرة، وماتت عيشة فهمي سنة 62. فيلا هوج بقى اللي ورا القصر على طول، فدي اتبنت على الطراز القوطي وهي من اقدم الفيلات في الزمالك. هوج ده كان مؤسس بنك هوج اللي كان موجود في شارع شريف في وسط البلد. احنا دلوقتي موجودين في شارع 26 يوليو الجزء التجاري في حي الزمالك، شارع رائع، والجزء هنا يمكن متغطي بكوبري 15 مايو. كل سكان الزمالك خروجاتهم بتكون في الشارع هنا، وكمان خروجاتهم بتكون في شارع ابو الفدا اللي موجود على النيل. شارع هنا مليان بالمحلات التجاريه على كل لون، مليان بالكافيهات، مليان بالمطاعم، موجود فيه مسارح، وموجود فيه مكتبات وحاجات تانية كتير زي ما انتوا شايفين كده على يمنا وشمالنا محطات بنزين. ودلوقتي يمكن على يمنا شارع البرازيل وعلى شمالنا شارع حسن صبري. هنلف ان شاء الله بإذن الله في كل شوارع الزمالك خلال سلسلة رحلاتنا في حي الزمالك. يمكن الشارع هنا بيربط ويوسطن الزمالك القبلية مع الزمالك البحرية، ويطل عليه عدد ضخم من شوارع الزمالك الرئيسية والمهمة، وزي ما انتوا شايفين كده بنشوفها ونشوف أساميها طول ما احنا ماشيين في الجزء ده من الزمالك. شارع هنا طبعا ليه امتداد ممتد، امتداد كبير بيبدأ من وسط البلد من عند شارع الجمهورية وبيحدي على بولاء أبو العيلة وبعدين الزمالك، وبعدين بيكمل بمحور 26 يوليو وبيوصل ل 6 أكتوبر وطريق الواحات. يمكن زي ما انتوا شايفين الزمالك واحدة من أرقى المناطق السكنية في القاهرة، رغم ان كلمة زمالك اصلا معناها العشش المصنوعة من البوص، يعني هي مسمى غريب جدا لحي راقي زي ما انتوا شايفين. عموما
خلال رحلتنا النهاردة هنتكلم عن قصة الزمالك بشكل موسع، لكن احنا لسه مكملين طريقنا في شارع 26 يوليو، ولو كملنا على طول هنطلع على كوبري 15 مايو، وبعدين ننزل مباشرة بقى على منطقة المهندسين وشارع أحمد عرابي وشارع جامعة الدول العربية. لكن احنا مش هنكمل الطريق على طول، وهندخل شمال عشان نتمشى بقى في واحد من أهم شوارع الزمالك، وهو شارع شجرة الدر. لكن احنا هنقف في الإشارة شوية، وهحاول ان انا اجري الفيديو عشان ما ضيعش الوقت، ونستمتع برحلتنا بشكل كامل داخل حي الزمالك. بالفعل كده عدينا الإشارة وداخلين بقى زي ما انتوا شايفين كده على شارع من أهم وأجمل شوارع الزمالك، وهو شارع شجرة الدر. شارع شجرة الدر بيبتدي من نهاية شارع طه حسين وبيكمل وينتهي عند شارع الجبلية. كنا اتفرجوا بقى على جمال عمارات ومعالم الزمالك الجميلة. لكن من أهم معالم الشارع هنا فندق وسينما ومسرح الزمالك، وكمان موجود في الشارع كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، هنزورهم خلال سلسلة رحلتنا. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بيقابلنا بقى يمنا وشمالنا شارع ابن زينكي. طول ما احنا ماشيين ان شاء الله هوضح لكم اسماء الشوارع اللي بتقابلنا يمنا وشمالنا. طبعا هي شوارع متقاطعه بالطول وبالعرض في الجزء الخاص بالزمالك، وهو الجزء يمكن اللي بيسمى زمالك القبليه. بصراحه هو بصراحه منطقه جميله جدا ورائعه جدا في حي الزمالك. الشارع طبعا هنا متسمي على اسم واحده من 11 ست جلسوا على عرش مصر، اسمها في الاصل شجر الدر، وكانت جاريه في الاول اشتراها السلطان نجم الدين ايوب، واتجوزها وتولت عرش مصر 80 يوم بس بمبايعه من المماليك بعد وفاه جوزها، واتنزلت عن العرش بعد كده لايبك، وكان ليها دور مهم جدا اثناء الحمله الصليبيه على مصر وخلال معركه المنصوره. يمكن لسه مكملين طريقنا ودخلنا على شارع صلاح الدين، وبيقابلنا يمنا وشمالنا شارع صالح ايوب، وزي ما انتم شايفين كده في مجموعه من الناس اللي بيبيعوا الورود في الجزء ده من الزمالك. احنا عارفين ان مستوى المعيشه في الزمالك مرتفع بشكل كبير، يمكن جزء كبير من الناس اللي عايشه في الزمالك بتهتم جدا بالورود، وكمان في مجموعه كبيره جدا من الاجانب عايشين في الزمالك، واحنا عارفين ارتباط الاجانب بالورود بيبقى مهم جدا. موجود طبعا في المنطقة اللي احنا فيها مجموعة كبيرة جدا من السفارات، في جزء من السفارات دي موجود في بيوت عادية، وفي جزء من السفارات دي موجود في بعض قصور الزمالك، وفي جزء كمان من المعالم زي المكتبات موجود في بعض قصور الزمالك. هنحاول ان احنا نوضح ده خلال سلسلة رحلتنا. زي ما انتم شايفين برضو شارع العزيز عثمان، والجزء ده معظمه اسماءه موجودة من اثناء او يعني من فترة حكم الايوبيين في مصر. احنا طالعين بقى من شارع صلاح الدين وطالعين على شارع من الشوارع المهمة جدا في الزمالك، وهو شارع حسن صبري. يمكن الشارع ده ممتد يمين وشمال كده، احنا هندخل شمال من شارع حسن صبري، هو زي ما بقول لكم واحد من اشهر واهم شوارع الزمالك، وموجود فيه سفاره هولندا وسفاره ايرلندا. وحسن صبري باشا ده كان رئيس وزراء مصر سنه 1940، واللي جه بعد حكومه علي ماهر باشا، وكان وزير الخارجيه كمان. حسن صبري باشا ده توفى في قاعة البرلمان لما كان بيقول خطاب عشان كان بيقبل فيه وشاح محمد علي الأعظم، واللي كان أعلى تكريم بتديه مصر ساعتها. جه بعديه حسين سري باشا. اكتفينا بالجزء ده من شارع حسن صبري، ودخلنا بالفعل على شارع ابن زينكي عشان نكمل رحلتنا الجميلة داخل حي الزمالك العريق. يعني زي ما بقول لكم نور الدين زينكي اللي احنا دخلنا الشارع بتاعه ده، او اللي هو متسمي عليه الشارع ده، كان ليه دور برضه مهم في الحملة الصليبية التانية. وعموما زي ما بقول لكم المنطقة هنا هتلاقوا فيها شوارع كتيرة جدا متسمية على اسم الأيوبيين في مصر. نحكي بقى على الزمالك اللي بدأت حكايتها سنة 1830 لما بنى هنا محمد علي قصر كبير خصصه عشان يقيم فيه ويسترخي فيه، وحوالين القصر ده بنى عشش وأكواخ خشبية للحاشية بتوعه، ومن هنا اتسمت الجزيرة الزمالك، وهي أصلا كلمة ألبانية معناها العشش المصنوعة من الخشب أو البوص. زي ما انتم شايفين يعني منظر رائع جدا، وبصراحة البيوت رائعة جدا، وهدوء ورقي كده، يعني شيء في يعني جميل جدا، وفي يعني شيء خيالي فعلا. يمكن في رواية تانية بتقول ان كلمة الزمالك جاية من زهرة الزمالك اللي كانت بتنمو بشكل كبير على الجزيرة. عموما ايا كانت التسمية، فاحنا في منطقة جميلة وراقية ورائعة وليها روح جميلة جدا، وبيوتها وعماراتها فعلا من اجمل ما يمكن. حي الزمالك معروف من بداية القرن العشرين انه كان مقر لسكن الاغنياء في مصر، بداية من الباشوات والسياسيين والفنانين وكبار العائلات في مصر، وطبعا ده عشان موقع الجزيرة المميز جدا وانها على النيل، وربعها كمان من اهم مناطق القاهرة زي المهندسين والدقي والعجوزة ووسط البلد. زي ما انتم شايفين موجود قدامنا كده حديقة الاسماك بالزمالك،
وحديقة الأسماك بالزمالك دي يعني عملها الخديوي إسماعيل سنة 1867، ويمكن أنا عايز أقول إن هي حديقة الحب، لأن هو كان عاملها في فترة زيارة الإمبراطورة أوجيني، أو كان عاملها عشان يستقبل ضيوف حفل افتتاح قناة السويس. الجنينة رائعة جدا ومزار مهم جدا في القاهرة، وهتستمتع جدا وأنت بتزور جنينة الأسماك أو حديقة جبلاية الأسماك. هي عبارة من جوه عن ممرات وتكاويف، وكأنك جوه شعاب مرجانية اللي بتبقى موجودة في بطن البحر. التصاميم دي بتدي ألحان لما الهواء بيعدي فيها، وكمان بتعمل صوت بيشبه المية، ومليانة كمان بكهوف، والجنينة مليانة بأحواض السمك الجميلة جدا. احنا لسه مكملين بقى، ودخلنا كنا في شارع بهاء الدين قراقوش اللي هندخل منه دلوقتي حالا على شارع صالح أيوب، وهنستكمل رحلتنا داخل جزيرة الزمالك الرائعة. يمكن الزمالك كمان مشهورة بانتشار عدد كبير من سفارات الدول المختلفة، زي ما انتوا شايفين يميننا وشمالنا فيها كمان بازارات واتيليهات لأكبر مصممي الأزياء، وفيها معالم سياحية لا حصر ليها. يعني من قصة الزمالك كمان يعني وإنشاء حي الزمالك اللي احنا فيه، بترجع لواحد اسمه عبد النعيم محمدين، لأن المنطقة من أكتر من 130 سنة كانت مليانة بالتعالب والعقارب. جه عبد النعيم ده من هنا سنة 1897، وكان معاه فلوس واشترى حتة أرض بشكل يعني أو بسعر قليل جدا، وبعدين بدأ يستصلح الأرض دي عشان تبقى صالحة للزراعة، طهرها من الحيوانات المفترسة، ونجحت زراعة عبد النعيم، وبعت عبد النعيم يجيب فلاحين من هنا عشان يزرعوا معاه، وبقى موجود في منطقة العشش القديمة اللي كان محمد علي عملها للحاشية بتوعه، زي ما كنا بنحكي من شوية، موجود فيها أكتر من 1500 واحد من بلدياته وقرايبه. وهنا بقى اشترى بقية المساحة عشان يستثمرها، وكمان بقى عمدة على بقية قرايبه، ومن هنا بدأ العمران ينتشر في الجزيرة. ومع مرور الزمن الناس نسيت فضل الصعايدة في إنشاء حي الزمالك اللي موجودين فيه دلوقتي. رجعنا تاني على شارع ابن زنكي في جزء تاني، وحنكمل طريقنا ورحلتنا داخل حي الزمالك العريق والجميل. عايز أقول وإحنا بنتمشى في الزمالك الجميلة بنفتكر كمان أحياء مصر الشعبية، ونحس قد إيه مصر ثرية وغنية. يعني كان دايما في كل أحياء مصر لازم تلاقي ظهير شعبي لكل الأحياء الراقية. كان جزيرة الزمالك واللي كان اسمها في يوم من الأيام جزيرة بولاق، هي ظهير الحي هنا كان حي بولاق، وهو بولاق طبعا حي بولاق ابو العلا، الحي الشعبي الاصيل، وما كانش بيفرق ما بينهم الا كوبري واحد، وهو كوبري ابو العلا. ما كانش فيه حقد ولا غل ولا احساس بالدونيه، لان في الاصل الحي الشعبي يعني شعب مصر، والحي الراقي برضه شعبي لانه بيسكنه بنفس الشعب الطيب واللي كله اتربى على قيم وعادات واخلاق واحده. يا رب دايما نكون متوحدين وقريبين من بعض، وبنحب بعض وقلبنا على قلب بعض. احنا بالفعل كده بقينا موجودين في شارع المنصور محمد، وبقى قدامنا نيل مصر العظيم او كورنيش النيل الجميل جدا في حي الزمالك، وطالعين كده مباشرة على شارع الجبلية. وزي ما بقول لكم لو دخلنا يمين هيكون امتداد شارع الجبلية هو شارع ابو الفدا، ولو كملنا على طول في شارع الجبلية هنكمل لغاية ما نوصل لشارع ام كلثوم اللي هيطلعنا تاني على كوبري الجلاء، زي ما كنا بدأنا في رحلتنا. لكن دخلنا مرة تانية من شارع صلاح الدين، وحنطلع على شارع الجبلية بعد ما ندخل كده من جنب مكتب البريد اللي موجود في شارع شجرة الدر، واللي هو بيخدم سكان حي الزمالك. يمكن شارع الجبلية اللي حنطلع فيه دلوقتي يعتبر برضو من أهم شوارع الزمالك، لأنه هو موجود على النيل. زي ما بقول لكم كده الجزء ده برضو هو خروجة من خروجات سكان حي الزمالك، زي ما الجزء التجاري هو شارع 26 يوليو، والجزء بقى اللي عايز تستمتع فيه بالتمشية على النيل، وتستمتع بأن أنت تقعد على كافيه أو تاكل في مطعم من المطاعم اللي موجودة على النيل، هتستمتع بيه في شارع أبو الفدا وشارع الجبلية. احنا لسه طالعين بالفعل على شارع الجبل، الجزء ده يمكن هتلاقيه دايما زحمه لانه هو ضيق شويه في الخروج من شارع شجره الدر كده، ولكن بعد كده الشارع بيفتح وما بيكونش فيه زحمه في معظم الوقت من النهار. يمكن برضو في الاوقات اللي او الايام اللي بيكون فيها شغل، طبعا الزمالك برضو موجود فيها مجموعه من الشركات المشهوره. على شمالنا دلوقتي برضو عماره من العمارات المشهوره جدا في الزمالك، وهي عماره ليبو. العماره دي بناها واحد اجنبي كان اسمه تشارلز ليبو، وهو تعتبر من المعالم المهمة جدا في الزمالك، واللي يمكن ارتفاعها 12 دور، وسكن فيها عدد كبير من مشاهير الفن زي فاتن حمامة وحرم فؤاد ورشدي أباظة ولبنى عبد العزيز وليلى فوزي وسامية جمال. العمارة هنا اتصور جواها كمان الفيلم المشهور، وهو فيلم بين السماء والأرض سنة 1960.
احنا بالفعل كده بقينا موجودين في شارع الجبلية، وبقى على شمالنا دلوقتي حديقة جبلية الأسماك اللي لسه كنا بنحكي عليها من شوية. يمكن في جزء من الشارع هنا اسمه شارع أم كلثوم زي ما كنا بنحكي عليه في نهاية الشارع، لأنها كانت ساكنة في فيلا جنب العمارة اللي موجودة دلوقتي، وللأسف الفيلا دي اتهدت واتعمل مكانها فندق. زي ما انتوا شايفين كده هي حديقة الأسماك اللي موجودة على شمالنا، وفي مجموعة كده من الصور بوضح لكم شكل جنينة الأسماك من الداخل. بعد جنينة الأسماك مباشرة بتشوفوا شارع برلين، في مجموعة من الشوارع متسمية على أسماء الدول وعلى أسماء عواصم الدول الأوروبية، وبرضو بعض أسماء الدول في أمريكا اللاتينية، البرازيل، في شارع البرازيل، في شارع برلين، في شارع سريلانكا، يعني عدد كبير جدا من الشوارع اللي زي ما بقول لكم بتعبر عن ثراء مصر وغناها، وإن هي بالفعل بتحتضن كل دول العالم، وإن فعلا مصر هي أم الدنيا. واحنا ماشيين في الزمالك عايز اقول لكم ان في عدد كبير جدا من المسارح موجوده في الزمالك، زي مسرح الزمالك ومسرح النهر ومسرح الجمهوريه ومسرح الجيب ومسرح البشبيشي باشا، وطبعا دار الاوبرا المصريه، الصرح الفني المهم جدا في جزيره الزمالك. كمان ما ننساش ان الزمالك مليانه بالنوادي، كنا في بدايه الرحله شفنا نادي القاهره الرياضي، وموجود طبعا فيها نادي الاهلي العظيم والكبير جدا، واللي يعتبر من اهم النوادي مش بس في مصر ولكن في الشرق الاوسط وافريقيا. وكمان يمكن يعني للمفارقه الغريبه والطريفه ان نادي الاهلي موجود في جزيره الزمالك، يعني النادي الاهلي موجود في الزمالك، الغريم التقليدي طبعا للنادي الاهلي والنادي الكبير جدا والعريق جدا في مصر وهو نادي الزمالك. احنا على شمالنا دلوقتي برضه هو نادي من النوادي، وهو مركز شباب الجزيره اللي كنا بنحكي عليه في بدايه رحلتنا، وكمان موجود في الزمالك نادي الجزيره، وفي بقى مجموعه كبيره من نوادي النقابات، ونادي مستشاري الدوله، ونادي نقابه المهندسين، ونادي ضباط الشرطة، ونادي ضباط القوات المسلحة، ونادي حرس الحدود، وعلى شمالنا زي ما احنا شايفين مركز شباب الجزيرة، ويمكن الكوبري اللي فوقينا ده هو كوبري 6 اكتوبر برضو، وزي ما انتوا شايفين في منزل لكوبري 6 اكتوبر موجود على شارع الجبلية. بعد مركز شباب الجزيرة مباشرة بنقابل شارع البرج اللي موجود على شمالنا دلوقتي، واللي على نصيته موجود اتحاد الكرة المصري، اتحاد كرة القدم المصرية، وبعد اتحاد كرة القدم المصرية مباشرة بنلاقي الأهلي اللي يعني نادي أو النادي الأهلي اللي يعني اتكلم بقى عنه يعني ولا حرج، يعني أشهر الأندية العربية ومن أشهر نوادي العالم كله، تاريخه بيحكي عنه وجماهيره موجودة في كل حتة في العالم. النادي الأهلي ده أنشئ سنة 1907، وهو يعتبر أكتر الأندية العربية والمصرية والأفريقية اللي خدت بطولات. مشجعين الأهلي بيطلقوا عليه الشياطين الحمر والمارد الأحمر والقلعة الحمراء ونادي الوطنية، وكان نادي القرن في أفريقيا في القرن العشرين. يعني طبعا نظرا لشهرته وحب الوطن العربي كله للنادي الاهلي، في عدد ضخم جدا من النوادي اسمها على اسم النادي الاهلي في عدد ضخم من الدول، زي اهلي جده السعودي، واهلي دبي الاماراتي، واهلي بني غازي الليبي، واهلي الخرطوم السوداني، واهلي صنعاء اليمني، واهلي الخليل الفلسطيني، اهلي صيدا اللبناني، والاهلي الاردني والقطري والبحريني، واهلي بوعريجي الجزائري. احنا دخلنا بالفعل كده على شارع محمود مختار اللي متسمي على واحد من اهم لاعبي كرة القدم في النادي الاهلي على مر التاريخ، واللي متسمي على اسمه اهم او الملعب الرئيسي للنادي الاهلي، وهو محمود مختار التتش. على يمنا مدخل من مداخل دار الاوبرا المصرية، ومن شارع محمود مختار هنلف كده ونكمل طريقنا عشان نعدي على كوبري قصر النيل في خلال او في نهاية رحلتنا اللي هي الحلقة الاولى من سلسلة رحلات حي الزمالك. يمكن زي ما قلت لكم الملعب الرئيسي للاهلي هو ملعب مختار التتش، ومتسمي على اسم مختار التتش، وعلى شمالنا دلوقتي مستشفى المعلمين اللي قدام النادي الاهلي، وعلى يميننا متحف الفن المصري الحديث، بعديه مباشره نقابه الفنانين التشكيليين، ومن الشارع هنا وبعديه على الشمال هيكون في نادي المعلمين، ومن الشارع هنا هنطلع مره تانية على التمثال اللي قدامكم، وتمثال الزعيم الوطني سعد زغلول، وعلى ميدان الاوبرا، وهندخل مباشره على كوبري قصر النيل. رجعنا بالفعل هو لميدان الاوبرا، وعلى يمنا دار الاوبرا المصريه، والشارع اللي في وشنا على طول ده هو شارع منتزه الجيزه، ولو دخلنا شمال هيكون هو شارع سراي الجزيره اللي بدانا منه رحلتنا النهارده. هنلف كده في ميدان الاوبرا وهندخل بقى على كوبري قصر النيل، وعايزين نقول ان الكوبري ده يعتبر 150 سنه من ذاكره القاهره، لانه مش بس كوبري بيربط ضفتين من ضفاف نهر النيل، لكنه بيعتبر من المعالم الرئيسيه لعاصمه مصر القاهره. الكوبري فعلا
فعلا رمز من رموز القاهرة الكوبري، بيربط ما بين ميدان التحرير المشهور واللي كان اسمه ميدان الإسماعيلية على اسم الخديوي إسماعيل، وبيربط كمان ما بينه وما بين جزيرة الزمالك. الكوبري هنا افتتح سنة 1872 في عهد الخديوي إسماعيل واللي كان صاحب فكرة إنشائه. الكوبري هنا مش بس كان هدفه عبور السيارات والناس، لكنه كان وما زال مكان للمصريين يتقابلوا ويتفسحوا عليه. طبعا كان هدف الخديوي إسماعيل هو الوصول لسراي الجزيرة اللي اتكلمنا عنها، واللي قبل الكوبري كانت الناس بتوصل لجزيرة الزمالك بالمراكب. كانت في بدايته العبور عليه بفلوس، والتماثيل اللي موجودة على بدايته ونهايته اللي موجودة على يمنا وشمالنا دي يعني تماثيل الأسود دي عملها نحات فرنسي كان اسمه جاكمار، وهي تماثيل من البرونز، وكان مخطط ليها ان هي تتحط على بوابات جنينة الحيوانات، ولكن الخطة اتغيرت. وفي ناس بيقولوا ان كلمة ابو السباع اللي بتتقال على الناس اللي اسمهم اسماعيل بترجع للموضوع ده. على يمنا دلوقتي قصر من القصور اللي كانت وزارة الخارجية زمان، وهو قصر نعمة الله توفيق، وداخلين في نهاية رحلتنا على ميدان التحرير المشهور جدا في وسط البلد في القاهرة. اتمنى ان رحلتنا النهاردة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. والى اللقاء في الحلقة التانية من سلسلة رحلات الزمالك بإذن الله، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.